نروح بقى لمنتخب مصر مواليد 2005 بقيادة المدرب وائل رياض شيتوس. هيلعب مباراة، طبعا دي المباراة الثانية في دورة شمال أفريقيا الودية، بكرة الجمعة أمام منتخب الجزائر. كانت المباراة الأولى أمام منتخب ليبيا وقدرنا نتعادل في آخر دقيقة بهدف محمد زعلوك طبعا لاعب النادي الأهلي، بعد ما كان المنتخب متأخر بهدف وانتهت المباراة بنتيجة 1-1. أنا ضد الانتقاد العنيف اللي بيتوجه لمنتخب 2005، دي أول مباراة، لأن ده أول تجمع للعيبة دول وأول تجربة للمدير الفني كابتن وائل رياض شيتوس، وبالتالي لازم ننتظر نهاية البطولة على الأقل يعني، وبعدين نتكلم بقى بناء على تطوير أداء المنتخب. وما تنسوش إن دول على فكرة لعيبة صغيرين ولعيبة لسه نفسيا محتاجين تعامل خاص وخبرات، الأهم إن احنا نشوف تطوير في أدائهم وتشوف شغل فني. ما ينفعش الحساب يبقى بالحتة في الحتة دي، المنتخب ده يعني أو المراحل السنية دي كلها لازم تدي اللعيبة دي ثقة، وكمان المدرب بالمناسبة يعني، لأن انت دول محتاجين تعامل نفسي بشكل خاص جدا، محتاجين ان هم يتم تدريج الأمور دي، دول لسه أول 10 أيام ليهم مع بعض، فبالتالي واحدة واحدة عليهم.